روسيا تؤكد أن القرارات يحدث الجانب ضد سوريا تعرقل حل الأزمة سياسيا. ونؤكد سيطرتنا على الموقع من كافة اتجاهات وتكبيدهم خسائر فادحة رغم محاولاتهم بكافة شتى الأسلحة. رجال جيشنا الباسل يسطرون ملاحم جديدة في قهر الإرهاب في ريف دمشق ودير الزور وحمص. عمليات واسعة للقوة العراقية قرب الحدود مع سوريا لإجهاض مخطط تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابية. تكفيريو الإخوان يعتدون على الجيش والشرطة والمواطنين، والجيش المصري يجدد عزمه التعامل بحزم مع المخربين. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، ونبدأ نشرة